بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة لا بوبجي. دلوقتي يلا بينا نبدأ. ماشي دلوقتي مفيش غير 51 بس هم عايشين وانا ما قتلتش ولا واحد لغاية دلوقتي. انتوا عارفين ده معنى ايه؟ ازاي قناتنا بدأت؟ ايوه الرخي كتير. ايه انا حرانه بس مالي. احنا هنفضل بقى نلم في اسلحه وفي حاجات كويسه كتير علشان تيجوا نحكي لكم ازاي القناه بدات. ما احنا حكيناها قبل كده. احكي على ايه؟ ما عندناش افكار. المدارس انا جاتلي فكره. المدارس قربت الشهر الجاي. المدارس خش 19 بعد عيد ميلادي باربع ايام. كويسة. انا عيد ميلادي 6 اكتوبر يوم النصر. يوم امريكا. يوم ما يتنسيش خالص 6 اكتوبر يعني كلكم. بس بتنسي برضو. هو يوم ما يتنسيش بس برضو بتنسي. انتوا المفروض تعرفوا عيد ميلاد اختي لما يجي 6 اكتوبر. اقول لكم ان سنه وانت طيبه يا وشام جيمر. ليرا انت مش لابس هدوم ليه؟ ما علينا. ما نظر عاديه في اللعب الاونلاين. بس فهنخش 9 اكتوبر. انا متحمسه للمدرسه بصراحه لان الاجازه كل ما عماله تطول كل ما بدات الاجازه تبقى ممله اكتر. الاجازه بتيجي في اخر شهر او 3 اسابيع وبتبقى عباره عن ملل. خلاص خرجت وعملت كل حاجه، رسمت وعملت كل حاجه وخلاص بقى اللي هو انا زهقت. عايز تجديد في حياتي. تجديد. ورحنا مصايف او مصيف يعني مش مصايف. في ناس بيروحوا مصايف. انا شايفة واحد يكفي يعني. بس فخلاص اخيرا المدارس جاية. متحمسة جدا اقابل اصحابي. بس يا رب ما تحصلش مصايب ويقولوا لنا مدارس اونلاين والبكرة اونلاين. خلاص انا بكره الاونلاين كره العمى. اخويا ما جربوش بس باين انه مقرف. ايوه بس مره اخويا قعد معايا في اونلاين قال لي انت مستحمله كل ده ازاي؟ قلت له شفت عارف اللي انا فيه. المدارس الحقيقيه احلى. انت بتروح وتقابل اصحابك مش كل شويه حد يفتح المايك ويعطس ويروح قافل المايك تاني وحد يفتح المايك ويعيط ويقفل المايك تاني ويفضل بقى دوشه. ولما اي مدرس يمشي فجاه مثلا يعملوا اي حاجه مهمة. ايوه ولو مدرس مثلا مشي من المقابله بتاعه الاونلاين العيال ويعيطوا. مش يعيطوا اللي هو يعملوا هوجه وهيصه كده بو. بس فالموضوع ممل شويه لكن انت قاعد في المدرسه يبقى احساس جميل كده لما يبقى زميلك او زميلتك قاعده جنبك وقاعدين بقى. واكتر وقت بحبه قوي في المدرسه لما المدرس يخلص شرح ويقول لنا يلا نقلوا على السبوره ويبقى المدرس ده بيسمح لنا ان احنا نتكلم بس بهدوء علشان ما نعملش دوشه. ويعني انتوا عارفين الدوشه مش حلوه قوي. بس فاكتر وقت بحبه قوي ان احنا لما المدرس يبطل شرح يعني يكون خلص شرحه ويقول لنا يلا نقله ونقعد بقى نتكلم مع زمايلنا اللي قاعدين جنبنا بقى وكده ونكتب ننقل مع بعض. وانا عن نفسي بحب انقل بالالوان. اكتب بازرق بس لا لا يعني مثلا ازيك جيري وحشتني قوي. ايوه انت كمان وحشتني. ايوه بالظبط. ثانيه ايه مالك يا جيري؟ مش ما تاخدش بالك عندي امل في شاري. ما علينا ده. بس انا عن نفسي ده في اللي هو البتاع ده في البتاع في البتاع الحمراء ده مش خضرة ده احمر. هنروح اكيد في هدايا كبيره هناك. انا ما بعرفش اكتب بلون واحد بس
لازم اكتب بالوان كتيره علشان تفتح نفسي، وفي نفس الوقت لما اجي اذاكر تفتح نفسي، وفي نفس الوقت لما اجي في الامتحان افتكر. يعني مثلا حاجه في الانجليش مثلا present simple، يا ترى كانت القاعده بتاعته ايه، يا ترى كانت القاعده بتاعته ايه، ده انا كنت كاتباها بالاورنج في الصفحه الفلانيه، تمام انا افتكرت القاعده بتاعتها، كنت كاتبه القاعده بتاعتها باللون الازرق مثلا او باللون الاخضر. صدق انا ما فهمتش حاجه قوي، القاعده بتاعتي مش عارف ايه كاتباها بلون اللي انا عايز يعني بص يعني مثلا انا نسيت القاعده بتاعت present simple مثلا، تمام افتكرها بالالوان اللي انا كنت كاتباها، افتكر اللون فافتكر القاعده. وانا اخويا بعكسي يعني... تماما، اخويا بيحب يدك بلون ازرق واحد بس وخلاص، او اسود مثلا. ايوه اوقات بيكتب باسود بس في الصفحه ما اعرفش ازاي. انا عايز اقول حاجه، مش انتوا بترجعوا من المدرسه ايديكوا تبقى بالونه حمراء كبيره؟ دي حقيقة. من الكتاب. ايوه وفيها شغبيت وكوريكتور ايوه بس انا على نفسي عشان انا اكبر من اخويا فايه بكتب ما بغلطش كتير، ما بحتاجش كوريكتور، ولو غلطه صغيره ممكن اعمل عليها اكس كده وخلاص انها غلطه صغيره يعني كده. انا احيانا بشخبط عليها ايوه بعوك بس انا على نفسي بحب المدرسه جدا، اخويا لا انا بحبها بس ما بحبش الامتحانات قوي، الامتحانات المفاجئة والامتحانات حس اللي هو يعني دي الحاجة الوحيدة بس اللي بتضايقني في المدارس. اخويا بيكره كل حاجة في المدارس، بيكره المذاكرة وبيكره الواجب. انا عن نفسي بحب اعمل الواجب جدا بس ما يبقاش اوفر، عشان لو اوفر انا هعيط، ما عاد ايدي بتوجعني، ما عاد احس انا بحب الواجب بس ما يبقاش اوفر، عشان بحب اكتب بالالوان بقى وافضل ازين والزق في ستيكرز وكده يعني. بس انا ما بحبش الواجب اصلا يتهيألي، بالذات العربي، العربي اكتب قصة، اكتب جزء قصة من بلا 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 والكلمات المهمة ومش عارف ايه ولا بلا. بص هو انا هقولك على حاجة، هو العربي بالنسبة للكبار اللي هما في اعدادي مش مهم قوي، لان هما خلاص اتعلموا اهم حاجات اللي هي القراءة والكتابة، هما مجرد بس بياخدوا معاني ومضاد وكده، لكن انت المفروض لسه بتتعلم كلمات جديده وبتتعلم قرايه وبتتعلم كتابه وبتتعلم قواعد مهمه. لو انتوا في ابتدائي انتوا بتتعذبوا عذاباتي ابتدائي مش حسابات قوي، بدايات ابتدائي يعني من ايوه بدايات ابتدائي ممكن يكون العربي صعب، لكن بتيجي في سنه 5 او 6 قبل اعدادي بيبقى الموضوع صعب. وبعدين يبقى لكن واحنا في اوائل ابتدائي انا نفسي انا كل ما اتكلم عن المدرسه بحس ان انا مشتاقه ليها اكتر بصراحه، لان انا زهقت من الاجازه، عملت فيها كل حاجه، واخر شهر او 3 اسابيع في الاجازه بيبقى الموضوع ممل جدا، لان خلاص يعني انا زهقت من الاجازه. اسف وحشني الصحيان بدري وتبقى مكسل تقوم البطانيه اللي مدفياك وتقوم وتيجي تغسل وشك بالميه المتلجه والبس الجاكيت اللي بيخليني ابقى دبدوب. ايوه احنا اليونيفورم بتاع المدرسه بتاعنا في نوعين جواكت، جاكيت ووتر بروف اللي هو بيبقى التخين ده اللي بيخليكوا دباديب كبير. انا عن نفسي كان عندي واحد بس اديته لاخويا وانا جبت واحد تاني اللي هو العادي، عشان انا ما ينفعش يبقى شكلي عامل زي الدبدوب. بس طب ما انتي طويله، مش انتي عايزه تقصري؟ يمكن تباني قصيره سن وانت انا كده هدخل مش هقصر. بس هو اصلا كان صغير عليا، بس اخويا اصغر مني ف احب حصه الرسم. وانا يا دي بتبقى حصه تحفه، لكن لو انتوا في كيجي مفيش حصه رسم، انتوا عندكم السكتش ترسموا في اي وقت انتوا عايزين، لكن حصه الرسم المدرسه تقول لكم ترسموا ايه مش عارف ايه ولا حصه الرسم جميله قوي، بنفضل
نتكلم سوا بقى ونرسم وكده. بحب ارسم يعني. انا فاكر ان في حصه الالعاب فيديو قديم كان ازاي ترسموا توم وجيري، انا اللي كنت راسمهم. ايوه بس انا اللي كنت ملونه علشان انا بحب. بس فيعني انا بحب ان قد ايه بنتعب في فيديوهات التصوير دي، اما في الاخر انتوا عايزين جيمينج فاهو سهل. بس في فيديو بيت توم وجيري الجديد بصراحه واخد مشاهدات، اللي هو فاكرين لما توم وجيري كانوا في بيت بامبا وجيري كان بيحمي الجبنه معاه. شوفوا عشان تعرفوا اكتر، مش هحرقه لكم. بس المدرسه ممتعه جدا، بس اللي هيكره نفسه فيها هيكرهها. بس انا ده اللي انا عايزه اقوله. ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ ايه النار دي؟ ده الانفجارات. ايه الانفجارات دي؟ صحيح ما علينا، غريبه شويه بس تمام. ما علينا، مش عارف ليه ببدا. بص راسي، بص راسي متعلق يا ناس، الحقوني. ما علينا. وحشتك المدرسة؟ يا اصحابي اكتر اشوف اصحابي وحصه الرسمه مش اكتر، وحصه الالعاب مفيش احلى منها، تفضل تجري بقى وتلعب وتتنطط. انا بقعد اكل مش اكتر عشان دي فرصه الاكل، وبيقولوا لنا انتوا كبرتوا على الاكل. هو في حد بيكبر على الاكل؟ انا مش انت فاهم. مش من كيجي، بيقولوا كيجي. الدايره ابتدي او راحت انا عليا. اسمها كي، حتى لو انتوا في كيجي انتوا بتقولوا كيجي مش كيجي. ايوه هي اسمها كي، حرف كي. ما علينا، بس انا مش فاهمه، في ناس بيفضلوا يقولوا ان المدرسين، مش كلهم، بيفضلوا يقولوا لنا انتوا كبرتوا على الاكل. كبرنا على الاكل؟ هو احنا كل ما بنكبر ما بناكلش؟ لما ما بيبقاش عندهم احنا بشر وبنجوع. لما ما بيبقاش عندهم حصه بياكلوا احنا بشر وبنجوع. شفتوا؟ لما ما بيبقاش عندهم حصه بياكلوا احنا بشر وبنجوع. صدقوا يا ميسي ممكن اشرب؟ لا طب انا عطشان. يا انا بصراحه بشرب احيانا من ورا المدرسين او حاجه. بشرب في اي وقت انا عايز، او قبل ما الحصه تبدا. بعد ايوه قبل ما الحصه تبدا دي انت حر، مفيش مدرس مسؤول عن الفصل، خلاص انت تعمل اللي انت عايزه. هل بتحسوا بالنفس اللي احنا بنحسه؟ بس ولا انتوا مدرستكم كلوا براحتكم؟ كلوا بس اكيد. ازاي في مدرسة كلوا براحتكم؟ كلوا بس. انا افرت. مفيش مدرسة ماشية بالمادة. مدرسة اسمها مدرسة الاكل للفن. مش دي اسامي المدارس؟ ثانية، مدرسة عبد الله بتاعت السندوتشات. مش ده اسامي المدارس؟ لا مش للدرجة دي. يعني ايه مدرسة عبد الله بتاعت السندوتشات؟ انت محسسني ان دي بقى اسم عربية كبدة. مش دي بتاعت الاكل بس اللي انا قلتلك عليها، وشكلها عبارة عن سندوتش ثلاثة بس هما اللي عايشين. اصبر بقى عشان احنا عايزين نكسب. صعب قوي. خلاص انا علقت. ازيكم؟ يا جسمي قربنا نكسب. يا رب يا رب يا رب يا رب. استنى. ايوه هرشه كده، هرشه على الماشي. ايوه استنى بقى. يا راسي مكح. استنى بقى، استنى مكحت راسي في الحيطه. ماشي استنى. فاضل واحد بس هو اللي يموت. هنكسب. اطلع ورا، اطلع من برا الشخرة. اللي انت قلت ودني وجعتني. استنى.
انت قلت ايه؟ انا مش فاهمه، انا بفكر في اللي انا قلته. استنى 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 استنى، هنكسب 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 هنكسب. و نبتدي كل فيديوهاتكم، كانت تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم نزيد فيديوهاتنا. باي.